أجواء الربيع في طريقها إلى السويد. أكبر ميزانية في العصر الحديث 799 مليار كرون لتطوير الطرق والسكك الحديدية. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إس موبلر، الكشوان، ترانسفير جالاكسي، دينتالي، سدير فود. أهلا بكم متابعينا إلى نشرة أخبارنا لليوم. نبدأ نشرتنا مع نسمات الهواء الربيعية. فبعد تقلبات الطقس الحادة خلال نيسان أبريل، يبدو أن الأجواء ستكون ربيعية خلال الأيام المقبلة، خصوصا في جنوب السويد. خبراء الأرصاد الجوية في التلفزيون السويدي لم يستبعدوا أن تستمر درجات الحرارة في الصعود وصولا إلى 20 درجة مئوية، وستكون درجات الحرارة مرتفعة جنوب السويد خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة تيارات هواء دافئة قادمة من الشرق. ومع بداية الأسبوع المقبل يمكن أن ترتفع درجات الحرارة أكثر في أجزاء واسعة من البلاد، واعتبارا من يوم الأحد يمكن أن تكون درجات الحرارة بين 17 إلى 18 درجة في الأجزاء الغربية من يوتلاند. ومن أخبار الطقس والربيع إلى ربيع الحكومة السويدية التي أعلنت اليوم أنها قررت إنفاق 799 مليار كرون لصيانة وتطوير الطرق والسكك الحديدية بين العامين 2022 والعام 2033. وزير البيئة والمناخ بيير بولوند قال إن الميزانية تتضمن إنشاء سكك حديدية لخطوط القطار عالية السرعة، ويحدد المشروع ميزانية تطوير الطرق والسكك الحديدية على مدى السنوات 12 المقبلة. وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها ستحصل على 77 مليار كرون من ضرائب السكك الحديدية والازدحام، ويمكن استخدامها أيضا للبنية التحتية. واقترحت الحكومة تخصيص 437 مليار كرون لإنشاء استثمارات جديدة في الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية أو إنشاء طرق وأنفاق وجسور جديدة. وتقول الحكومة إن مشروع القانون يعني بناء خطوط رئيسية جديدة بين المدن الرئيسية الثلاث ستوكهولم ومالمو ويوتوبوري. وإلى ملف كورونا، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية تعليمات جديدة خففت فيها بعض قيود كورونا بالنسبة لمن حصلوا على التطعيم. ورأت أن الأشخاص الذين جرى تطعيمهم يمكنهم مقابلة أشخاص من أسر مختلفة في الهواء الطلق أو في البيئات الداخلية وعناق أحفادهم على سبيل المثال. وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن التعليمات الجديدة تنطبق على كل من تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتسمح التعليمات الجديدة باستئناف الأنشطة في دور المسنين، ويمكن لكبار السن الذين حصلوا على تطعيم التسوق، لكن يجب ألا يساهم أي شخص ملقح في التسبب بالازدحام. إلى ذلك، وصل إجمالي وفيات كورونا في السويد إلى 13,788 حالة بعد تسجيل 27 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. وأظهرت آخر إحصاءات هيئة الصحة العامة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز 900 ألف حالة. وكانت المسؤولة في هيئة الصحة العامة بريتا بيوركهولم قالت في مؤتمر صحفي أمس إن السويد تشهد ارتفاعاً في العدوى حتى بين الأطفال والشباب، داعية الجميع إلى التباعد والتزام التعليمات. في سياق متصل، أعلن منسق اللقاحات ريكارد بيرستروم أن السويد تدرس توقيع اتفاق مع روسيا للحصول على لقاح سبوتنيك ضد كورونا. جاء ذلك بعد أن أعلنت فنلندا أيضاً أنها تتفاوض مع روسيا للحصول على اللقاح. بيرستروم قال اليوم إن التطعيم باللقاح قد يبدأ في السويد خلال الصيف المقبل في حال حصول اللقاح على الموافقة الأوروبية. وكانت دول الاتحاد الأوروبي عانت من نقص في جرعات لقاحات كورونا نتيجة عدم قدرة شركة أسترازينيكا على الإيفاء بالتزامات التسليم أولا وإيقاف اللقاح بعد حالات نادرة من الإصابة بجلطات الدم أو النزيف الدموي. في موضوع آخر،
كشفت دراسة فريدة من نوعها أنه توجد امرأة من بين كل 7 متطرفين في السويد، مبينة أن النساء لديهن دور أكثر نشاطا في الجماعات المتطرفة العنيفة مما كان معروفا من قبل. الدراسة التي أعدها معهد الدراسات المستقبلية أظهرت أن النساء يشكلن حوالي 15% من الناشطين في البيئات اليسارية واليمينية والإسلاموية المتطرفة في السويد. وبيّنت الدراسة أن التطرف اليساري يضم أكثر النساء المتورطات في الجرائم، وأن أكثر الشبهات الجنائية شيوعاً ضد المرأة هي الجرائم المرتبطة بالعنف بغض النظر عن التوجه السياسي. وبحثت الدراسة حالة حوالي 200 امرأة وصفتهن الشرطة أو جهاز الأمن سابو بأنهن متورطات في بيئات متطرفة من العام 2007 حتى العام 2017. وفي خبرنا الأخير، قتلت شابة في العشرينات من عمرها مساء أمس الخميس في مسكنها ببلدية ناكا جنوب شرق ستوكهولم، فيما قبضت الشرطة في السكن على شريكها السامبو وهو لاعب سابق بكرة القدم في العشرينات من عمره لاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. تقارير إعلامية أفادت أن الشاب هو من اتصل بالطوارئ وقال إن المرأة سببت لنفسها بإصابات. الشاب أنكر بعد القبض عليه واحتجازه ارتكاب أي جريمة. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار تابعونا دوما على موقعنا الكومبس.سي. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بابكر أبو كاس، إسي موبلر، الكشوان، ترانسفير جالاكسي، دينتالي، سدير فود.